أهلا أصدقائي مرة أخرى، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبعد ما أخذنا مقام البيات واللي أكيد تمرنتوا عليه في زند العود وعلى العود وتمرنتوا وطريقة الأصابع، وكانت موضحة جدا وبدون تعقيد. لذلك أنا حبيت إنه كل ما أعطيكم سلم موسيقي أعطيكم أغنية. لذلك اليوم عندي اسألون الناس للمطربة الكبيرة فيروز، ومثل بعد ثواني راح نلاحظها. الآن نلاحظ صورة مكتوبة حرفية لكم اللي هي اسألون الناس، واللي نلاحظها كيف مكتوبة، وأيضا واضع أني كثير من الملاحظات المهمة اللي هي أركز بها على وضعية تمرين الأصابع بالسلم سابقا. يعني الأصبع دائما يكون عندك في وضع التمرين بالسكيل، أي السلم على زند العود، قبل ما أنه تنتقل إلى عزف الأغنية. يعني تركز تركيز تام على السلم صعود ونزول اللي أخذناه في الفيديو السابق، وتركز جيدا بالتمرين، ثم تنتقل إلى الأغنية، ودائما تركز بالأغنية حرفية كيف يتم التعبير أو نطقها باللسان. بعد ما تحفظها تمسك العود لكي تبدأ تعزف. هذا سر من أسرار اللي كثير من الدروس اللي شاهدتها اللي ما حد أعطاها. لذلك سألون الناس راح تكون كالتالي، بعد ما أنتوا لاحظتوا وشاهدتوا الورقة وأتمنى تصويرها. الآن راح أبدأ بها بالأغنية. جواب صل 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 صل، هذا صل اللي يكون عندنا الوتر الرابع، صل فا مي ري، صل فا صل صل فا مي ري، مي فا صل لا صل، دو لا سي صل لا فا، صل فا مي فا مي مي نرجع إلى الورقة حتى نركز عليها جيدا، واللي نلاحظ بيها الطريقة المثلى بحفظها حرفيا، ونركز عليها جيد جيد، وراح نلاحظ الحفظ وطريقتها وكيفية مثل ما ضفت لكم
تركزون على التعبير باللسان وحفظ النغمات مع غنائها مع الأحرف اللي أعطيتكم إياها. هذا يكون التركيز. شكرا أحبتي، وألتقيكم إن شاء الله في فيديو قادم. أتمنى منكم الإعجاب والاشتراك، ومستعد لأي استفسار وحاضر. وكما أشكر الصديق العزيز من المغرب أحمد اللي راسلنا على الفيسبوك وأعطيته تسجيل كامل لإحدى الاستفسارات الموسيقية. شكرا لكم، وأتمنى لكم كل خير. زيادة هذه